وشوفوا القرآن نفسه هو كل ما درسته قاعد بعطيك. يعني في أخ لكم هنا مش موجود الآن طلع بملاحظة جميلة، بس لما احنا مسكناها وجدنا وراها عوالم، بس ممكن يطلع من أي واحد. كيف؟ شو وجد؟ مثلا سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. شوفوا تصوروا خطر في باله خاطرة عجيبة. شهي في خاطرة انه بده ياخذ جمل الكلمات المفردة، يعني تبت واحد، يدا اثنين، أبي ثلاث، اذا تبت مفرد وايش وأبي، قسمهن ترتيبهن مفرد وايش فردي زوجي، فردي زوجي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حتى انتهت السورة. وأخذ جملها، أخذ جمل الفرديات وأخذ جمل، عارفين شو طلع معاه؟ طلع جمل الكلمات الفردية يساوي الحروف الفردية في السورة. قسم الحروف برضو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة الحروف، يعني تبت التاء فردي والباء زوجي والتاء الثانية تبت فردي، واحد اثنين ثلاث قسم الحروف، طلع جمل الحروف الفردية يساوي الكلمات الفردية، وجمل السور الكلمات الزوجية جمل الحروف الزوجية في ترتيبها. طبعا لما شفنا هذا الكلام، هذا ممتاز، هذا الكلام هذا مش معقول، بس هيك هذا وراه، هذا وراه وراه طبعا وراه واحد ثاني حتى تشوفوا. يعني الآن لما بيبدوا المسلمين الكل يفكر، بس أنا بنصح دائما اللي بده يفكر وعارف حاله بده يدخل في هالمواضيع لازم أول شيء يأخذ معلومات كاملة، وبلكي نعمل دورة كاملة مشان الناس المهتمين، لأنه بتقدرش أنت تطور أي علم ما لم يكون عندك الحصيلة الخفية ومعروف شو الأنماط الموجودة والقرآن بيكشفها.